أنتم مع نشرة المنسق الأسبوعية. استمرار تفشي الكورونا ينعكس على حياتنا على أكثر من صعيد، واعتباراً من الساعة 5 من عصر اليوم الخميس تم إغلاق معبر جسر أليمبي بوجه حركة المرور بالاتجاهين حتى إشعار آخر، وسيسمح بمرور الحالات الإنسانية الطارئة فقط. وتندرج هذه الخطوة التي تشمل إغلاق المعابر الدولية في المنطقة وبضمنها مطار بن غوريون الدولي أيضاً في إطار السعي الحثيث لكبح جماح هذا الوباء. ويذكر أن قرار إغلاق معبر جسر أليمبي قد تم بالتنسيق مع الأردن والسلطة الفلسطينية. في ظل استمرار الإغلاق الناجم عن تفشي وباء الكورونا، تواصل المعابر المختلفة العمل على نطاق محدود، حيث لن يسمح لعمال فرعي البناء والزراعة بالدخول إلى إسرائيل حتى انتهاء فترة الإغلاق. أما العمال من أصحاب تصاريح العمل الأخرى كالصناعة والخدمات والطب والتمريض فيسمح بدخولهم إلى إسرائيل طبقاً للإجراءات الحالية والمطبقة في الوضع الاعتيادي. إحنا بنقرأ تعليقاتكم الكثيرة من الأيام الأخيرة على صفحة المنسق، وبنسمع وبنتفهم الصعوبات والاستياء من هذا الوضع اللي صار، وطبعاً نتأمل إنه نقدر نسهل عليكم الوضع عن قريب. وهون مهم جداً التوضيح أن القرارات على الخطوات كمان بالنسبة لتقليص الحركة في المعابر عم بتم بعد الدراسة عميقة ومهنية، ودائماً دائماً دائماً الهدف المركزي هو وقف انتشار المرض والحفاظ على صحة وحياة الناس. كل التفاصيل على صفحة المنسق. أنتم مع أخبار المنسق. انطلقت مؤخراً المرحلة الثانية من مشروع برك تربية الأسماك المخصصة للطعام في طول كرم. مراسلتنا لأور وطاقم المنسق شاهدوا عن قرب عملية إدخال الأسماك إلى إحدى هذه البرك ضمن هذه المرحلة. مع بداية المرحلة الثانية من مشروع تربية السمك في منطقة طول كرم، سيتم في هذه اللحظات نقل أسماك إلى البركة الأولى من ضمن 7 برك التي تم إنشاؤها في هذه المنطقة. الحمد لله إحنا اليوم وصلنا للمرحلة الثانية لتربية السمك بطور كرم. لانه خشوف شيتوف بولا زي ام شيتوف بولا ام خكلايم بو بطول كرم وشيتوف بولا بجنين وشيتوف بولا بايم شيو لنا بعتيد. فينا زراعة، فينا اقتصاد، في هناك كمان أمن، وهذا إشي كثير مهم، وإن شاء الله أنه رايحين نستمر في المستقبل في تطوير هذا المشروع. التقرير الكامل على صفحة المنسق. لمن لا يعرف، بيت هجل جليم هي مؤسسة قطرية تخدم الشباب والبالغين الذين يعانون من إعاقات جسدية من خلال 6 بيوت مفتوحة أمام الجماهير المختلفة من كافة شرائح المجتمع الإسرائيلي. مراسلتنا لأور وطاقم المنسق زاروا هذه المؤسسة. باجي هون وعندي طاقة، عندي طاقة كثير كبيرة إنه أجي أنا ومبسوطة. أستنى جمعة بعد جمعة، أمطوني معنوية كبيرة، حسيت إنه مش أنا لحالي اللي عندي مشاكل. أنا كل شي بحب هون، أنا هون كونت أصدقاء. هنا بديش أحكي لك إنه بيت الثاني هذا بيت الأول. الهدف من هذه اللقاء هي دمج هؤلاء الأشخاص بالمجتمع ودعمهم لتأهيلهم واستقلاليتهم. التقرير الكامل على صفحة المنسق. أنتم مع نشرة المنسق الأسبوعية. شهدت الفترة الواقعة بين 17 و23 من الشهر الحالي مرور نحو 66,000 فلسطيني من معابر يهودا والسامرة إلى إسرائيل، وبضمنهم ما يزيد عن 37,000 عامل. وفاق عدد حالات المرور لأغراض إنسانية 7,900، وقد تم في هذه الفترة إصدار نحو 5,000 تصريح دخول إلى إسرائيل.
بلغ عدد الشاحنات التي دخلت في الأسبوع الماضي من معبر كيرم شالوم 2109 شاحنات محملة بأكثر من 64 ألف طن من البضائع والمعدات، كما وتم إدخال نحو 3,900,000 لتر من الوقود والسولار. إلى هنا انتهت نشرة الأخبار. إلى اللقاء.